ضحك. يلا كنت خايف منه صار قلبي من جوا عميل نار. انا بطبعي ابدا ما بغار بس عم حس مركزي مني طار من وقت ما بلشت قديم الزميل والصديق القديم ميشيل ابو سليمان. مساء الخير، بدي اعتذر من كل المشاهدين، من ضيفنا، من الجمهور الموجود معنا، لانه رح نضطر ناجل هيدي الحلقه للضروره. عم بمزح، بس بعد في انا ما اجلت البرنامج للضروره، انه الانتخابات النيابيه تاجلت للضروره، انتخابات الرئاسه تاجلت للضروره، اقرار السلسله تاجل للضروره، فتح الطرقات اتأجل للضرورة، وللضرورة أحكام، والأحكام بدها حكام، والحكام لحالهم بيمددوا وبيتمددوا، والمشكلة معهم مطولة ومادة، ومادة ما في، بس مش دايما الحق على الحكام، إنه لشو بدهم يشقوا لنا طرقات تنسكرها بالدوليب المحروقة ونقطعها، لشو بدهم يجيبوا لنا الكهرباء تنسكر الشركة ونقطعها، لشو بدهم يجيبوا لنا المي تنتحدى بعضنا بالآيس بوكيت تشالنج ونفضيها على الأرض، لشو بدهم يهتموا بالسياحة تنروح على طريق المقطار ونقطعها فنصيحة لنقطع هالقطوع، ما قلنا إلا نقطع لوتو عن جد، نقطعها على القطعة وناخد وقت مستقطع تنقطع هيدي المرحلة، وبليز ما تقولوا قطيعة تقطع كمشال على هالنصيحة، لأنه انقطع نفسي وأنا عم جرب قطع هيدي القطعة من الحلقة. لما معظم الفنانين فكروا حالهم صاروا بالنجوم هو نزل على الأرض وغنالها، لما معظم الفنانين فكروا حالهم كبروا كان بمشاركته ببرنامج الأطفال، لما معظم الفنانين امتهنوا الغنى للغنى المادي هو امتهن الفن للفن، شخصيته قريبة من القلب، صوته قريبة من الدينة، وأغاني قريبة من قضايانا، يعني بالمختصر الفنان نادر وإطلالته نادرة وثقافته نادرة، بحماس كتير نادر استقبلوا مع الفنان نادر خوري. مساء الخير ويسعد مساكم جميعا. قبل ما أقول أي شيء بس بحب ألفت نظركم أنه نحن البلد الوحيد بالعالم يلي ما عنده رئيس جمهورية، فرسالة لجميع الزعماء انتخبوا لنا رئيس، لأنه نحن بحاجة لرئيس يكون كفه أبيض صفحته بيضة قلبه أبيض، لأنه مش مين ما لبس بدلة بيضة بتلبق له وبيكون قدها. أكيد من على اللي بتقوله أربع بدلات، هو كل رئيس بخلص عهده بيعطيهم البدلة. إيه بس بحب أقولك أنا الوحيد اللي عندي حظ، لانه الوحيد شو الماروني اللي يعني؟ ماروني الوحيد بيناتهم. اوكي زقفوا له. على كل حال انا نادر خوري فنان ومغني لبناني وعضو بفرقة الفرسان الاربعة. وكل واحد منا بالفرقة بيتمتع بخصوصية بصوته وبحضوره. مثلا انا من ميزاتي انه كل يوم بتعلم شيء جديد وبحب كتير كتير الثقافة. واضح. يعني كتر خير وحنا غريب عطيك إفادة لنجحت. أنا من الأشخاص يلي بقدر الفن والفنانين، بس طبعاً ما بقبل حدا يطلع على ظهري. عم ببلش هون عاصي، عم ببلش. تحية لأبو وليد، هيدي من The Voice. تحية كبيرة. بحب زيد أنه نحن الفرسان الأربعة منجرب قد ما فينا نقدم رسائل بأغانينا لنوصل كتير من القضايا بالأغاني، مش بالصريخ والعيط، ولا منقبل بمادة الإيد والتهديد مثل أغلب السياسية يعني. نحن مميزين أبداً، ما عم بهدد هون زياد أبداً. إيه بس أنا بالصمت عم بعبر، إذا بتلاحظ أنا ما عم بقول شيء. إيه أنت على الخوف واقف ورا. إيه طبعاً. ليش مصمت؟ ليش صامت؟ مصمم. مصمت مصاري. نحن بين بعضنا كتير متفقين ومنسجمين حتى بأدق التفاصيل. هيدي بس كل اللبنانية بيختلفوا عليها. هي شو شنطة؟ شنطة نعم. شو في بقلبها مصاري؟ نعم. شو دفعينكم بالين الياباني هيئتهم لأنه كتار؟ طاروا بسرعة. طاروا بسرعة؟ نعم. طيروا سيمو عبيد هيئتهم؟ لا المختار لاكف ونازل نكش وراهم بالمطرقة. المختار ايه بعده مستلم المختار بالأشرفية. ايه طبعا. الله يوفقه.
الله يخليك. هو اللي اشترى اصوات فيهم. مشان هيك بعرفه. اما على الصعيد الشخصي انا بحترم كثير الاشخاص يلي بتابعونا الجمهور يعني، واقل شيء وقف له احتراما انا وعم غني. هون صبتك مضايقك ما كان فيك توقف يمكن. بس كثير محترمهم هون. عم بتغني انت واقف. شو هي الصورة؟ فيك تنكر انك عم بتغني انت وقاعد؟ طب استراح وما في شيء واقف. انت مثلا يعني قاعد منك واقف. المفروض تستقبلني على الواقف. بنسامحك من طيب يلا يلا. وبآمن كمان انه الصوت هو الاساس ولهيدا السبب المظهر الخارجي، وتغيير اللوك كل فترة منا اولوية عندي. لك يلا ضربي من هون، سشوار من هون، دويرة من هون، سكسوكة من هون. لك بتلبق لك نادر. ليش ما حلوة العبسة بس؟ عبسة رئيس. ايه والله حلوة. اما بالسياسة فاكيد انا عندي قناعاتي، بس مش ضروري الفنان يظهر قناعاته السياسية لانه هو فنان وبيتوجه للجميع بالنهاية. لا ابدا، من الاشارة منك انه عادي. كان عندي وجع بصبيعي هون. إيه ضربت سلام هيك. إيه مشان هيك ما قدرت افتح ايدي كلها. او في مرق عم تقوص يعني، واحدة من اثنين. انت ظبطها بمفهوميتك. ايش يعني الحال؟ عم تنكر. شو بدك اقول لك انه انا اورانج يعني؟ شو انه ما فهمت؟ ما عليه، هيدي صورة ارتجالية بس في فنانين من مهرجان لمهرجان ومن اجتماع لاجتماع يعني. ايه ما مش ما ما لا خلق ما انا ما سألوا هون سؤال كمين بحب يغني. قلت انا انه ايه انا اللي بحب غني. ايه اوكي. انه طب شو بدك اقول لك انه انا اورانج يعني وبحب الاورانج؟ انا طيار. هي ما رح البس الا اورانج منيح هيك. بس هيدا بتاخد راحتك انت، بتلبس اللي بدك اياه وبتشلح ساعة اللي بدك. علق على الصورة. تفضل. وحدة وطنية. احمر وازرق واورانج. طيب شو بدك بعد؟ وحدة وطنية. كيف بدي اعمل رئيس؟ وحدة حلوة. اكيد بجمعهم لانه كلنا لبنانية وكلنا اخوة وكلنا واحد، وهيدا الشيء بيكتسبه الانسان مع العمر والخبرة والنضوج. شايفين نضوج اكتر من هيك بعد؟ هيدا مستوي مش ناضج. بس بالنهاية برجع بمسي على الجميع وان شاء الله ما كون طولت عليكم. رش الحيطان نوعي هالأرض افتك نوعي لبنان خليك تعسل مليان طلب وإيمان ترجع بلدنا الغالي بلدي لبنان. نادر بدنا نسمع شي منك قبل ما نقلع بطائرة مود من الضحك، شي على ذوقك هيك من صوتك الحلو يلي الجمهور بحبه. منتزعل ومنرضى وبتضل تعتبي لا انا كنت اتعب ولا انت بتتعبي. منتزعل ومنرضى وبتضلي تعتبي لا انا كنت اتعب ولا انت بتتعبي مع انه صرنا كبار ورح يخلص المشوار بعدك ببالي صبي وانا ببالك صبي. الله. نادر خوري ليش اربع فرسان مش ثلاثة؟ انه في سبب؟ شرشحت البلد يعني مثل فرسان الجمهورية ثلاثة اللي حكميننا من اكتر من 40 سنة يعني. لا لا بس فعلا الترويكا هي فعلا انه لما استاذ غادي كتب شرشحت البلد طول الغنية 7 دقايق و40 ثانية بدها أربعة ما بيحبوا. فكر ما كان في فرسان أربعة، ما كان وارد في فرقة يعني. فكر إنه الأشخاص القراب من العائلة الرحبانية اللي دايما الكورال يلي معهم اللي بيسجلوا هيك بيسجلوا. إيه إنه الشباب كمان عندهم أدوار بالمسرحيات سولو وهن سوليست يجوا يغنوا، وما كان بوارد أبدا نكون فرسان أربعة. الناس حبوا الطبخة، حبوا الفكرة، حبوا الجامعة، وهن سمونا فرسان أربعة. كبرنا شو حسيتوا لما حدا من الجمهور كنتوا على المسرح عمره شي 75 سنة عم يحضركن وأشهد بنطلونه؟ تتخيلوا زلمة عمره 75 سنة يمكن من بداية الحرب مش حاضر حفلة يعني، ولفتوا له نظره هالأربع شباب اللي بيغنوا
الوطني واللبناني وقاعد هيك بين الناس ومن قعدته في هيدي الصفن المبسوط فيها قد الدنيا انه جابوا ولاده يحضر هول الفرسان. حلو. فنحن حي الزوار والسهرة حي البيض العق والويل على الدنيا والعالم. حمص وقف قام على البيس ما كان في حدا بعد عم بيرقص وصار اللي صار ويبرم ويفتول هيك ونحن عم نحييه ويعطيك العافية عم النصم الله ايه واشط بنطلونه بس الحلو انه ما انتبه انه اشط البنطلون لانه معود بعد شوي بورد يعني حس بالبوردة وغني اذا فيك تغني هيك نادر شراكه بتدريب فريق عاصي الحلاني بذا فويس الرحباني بدك تقول لا معودين على عاصي الرحباني ما بتحس انك واحد من يلي بيشاركوا بتفريخ المطربين الجداد بهالايام يمكن كان هدفي مش تفريخ قد ما هدفي اقدر احط اذا بدك خطه عمل لرؤيه اصح بالمغنى لانه نحن مش نحن بزمن صار مفهوم الغنى غلط لكل الناس تقريبا يعني بتقول له مثلا غني لي تك 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 يم سليمان بقول لك تك تك يم سليمان عزوقه لا بده يحط فيها عربه انه العربه هي بتنجح الغنيه نقولها مثل ما هي بتقول له مثلا غني لي كلهم عندهم سيارات يا خيي انه هيدي كلهم عندهم سيارات غنيه لاولاد صغار ما بتحمل ولا عربه عربه وما بدها عربه بدها والعرب ما بحبوا هالعربه ف عبرت لهم عن هالقلب فتت انا تاشتغل على اذا بدك ضبط نوعا ما هالفكره الخاطئه براس كثير من اللي عم بيغنوا اذا الفور ماسكتيرز بيركبوا خيل فور كاتس شو بيركبوا نادر خوري بدك تجاوب كات شو يعني بالعربي بسينه في غير شيء بالعربي هر غير انا ما مش طالع كثير بالعربي قط نادر هو انا ما خصني كثير من الفنانات عاده بيقدموا تنازلات على شتى انواعها طيمضوا مع شرك الانتاج وكله مستعد ينتج شو التنازل يلي مستعد تقدمه لشركه الانتاج ولا شيء ولا شيء ابدا ولو بدي اقدم كنت اقدم ما بتفتح على صدرك ما بتكشف لا بدي اقدم كنت قدمت من ال 91 تحلق شعرات صدرك ولا شيء ما بقدم شيء ابدا هيك خلنج من الشركه بدهم ما بدهم ما بتحب هيدا النوع من الانتاج ولا بحب الانتاج ما بتحب تنتج نادر بتوافقني على هيدي الجمله عجبت من وطن اخترع الحرف ولم يكتب من بعدها ولا حرف عجبت من وطن أصبح لله فيه حزب والعون فيه أصبح معدوما ولا مستقبل يبشر بالخير عجبت من وطن كله مرد بلا أمل ولا خطاب بلا جعجعة ولا مشاركة ولا اشتراكية عجبت من وطن أصبح أوطان 100% شو؟ بأيدك بمضيلك ببصملك انه مبح قلبي وسألت ست جمل قريت لك اياهم لتقلي بس 100% انه في اخذ وعطى بالحياة لا هيدي صار هلا اخذت اعطيني في مرة الخبرية صدفوني مرة انا وجيلبير ما كثير بيحكي ما بحب يحكي ايه بمقابلة سنة 98 كان صغير اثنيناتنا كنا صغار ميمتة عم تسألنا انه انتو العنصر الشاب الجديد ايام ميمتة عنصر الجديد بمسرح الرحباني اخر ايام سقراط نادر خوري قلت لها انا شعلي الراية وديع نصري صباح فيروز نحن شي 3 دقايق قالت له جيلبير انت اليوم شو عم تعمل مسرح الرحباني انه كمان بدك قالت لك هلا بده يفتح انه نحن اليوم بدنا نغني ايه بدنا نثبت نحن نعمل شيل بدنا نعلي الفن قلت له شو عم تعمل انا عم بمثل وغني بس اختصر لي بقى كان جوابي هلا مثل 100% خي نادر تعرف هالايام في كتير غلا والفئات الاجتماعيه اغلبيتها عم تتاثر بهالغلا شو رايك
عم بحب كتير بين السؤال والسؤال الخي نادر فيها هاي النقزة كتير مميزة. خي نادر شو رأيك؟ برجع بقلك بالغلا. الغلا بدي طول الجواب هلا. الغلا مش مستحق. لا إلا 100% معك حق. معك حق 100%. بس خلينا نشوف الفيديو. عزقنا. وين أيام زمان كنا بليرة وحدة بس نقدر نجيب صندوش فلافل وقنينة كازوز ونحضر أفلام ونطلع بالترامواي ونرجع نجيب ملبس وقضامة ويضل معنا حق طيارة ورق. لك شو هالقرف هيدا؟ لك عين طرح تحسه مع المواطن. لك الجل غليان والسشوار أغلى. نحن في سوريا قررنا أن نكافح الغلاء على أنواعه، وهيئة حماية المستهلك ستقوم بمداهمات بحثا عن المحتكرين. لك يا عمي $5,000 حق زراعة شعر وبعد ما حصدت شي. لك شو هالغلا؟ لك بدي قول الغلا وصور مايتي سوا. بالطبع طق ضهري انا وجمع بالنقط بالسوبر ماركت، وبعد شري وتجميع نقط لسنتين يطلع لي بالاخر عصارة ليمون على الايد. انا رح طالب بزودي حرزينة وان شاء الله يكون الشيخ سعد عم يسمعني. ونحن نزلنا أسعار المأكولات والمحروقات، ونزلنا أيضا المنسوجات، ونزلنا الكلسونات والبناطيل وكل الفانيلات، ونزلنا أيضا المدارس والبنايات، وعلى الأرجح سوف نكون مستمرين بالتنزيلات لكي ننزل كل شيء على الأرض. شكرا لكم. تعليقك 100% معه. اوعى تسألني شو. خي نادر 100% بصم. 100%. ايه. لا زدتهم هالمرة. ما فيك تحكي. شو رأيك تحلم إنه لبنان يرجع مثل أيام زمان؟ بتمنى. تفضل قوم نام لحتى شوف. شو عدم ما بدا ما بتفرق مع حدا صرنا بدنا نبيع الماضي الخواتم ما حدا لا يلا تنام يا نادر وتحلم في فوقك شادر وصار الفنان بلبنان مأمن آخرته وقادر. يا نادر يا ندورة تحلم في عندك جورة تحط فيها الشرشح لبنان وترشه بالفن بالنافورة. صير أحلام إنه بلدنا صارت بلد. نادر لبينما كانت الكرسي استخلصت جزء من أحلامك لنعرضهم على الهواء بآخر الحلقة وصلناك على مكنة المصداقية يعني بفقرة صدقتك. رح أسألك سؤال وبتجاوب بصراحة، في حال لا سمح الله كذبت رح تزمر ورح يطلع لك منخور طويل على الشاشة. أوكي حاضر. قبل ما نبلش بدنا منك غنية على سيرة الكذب عن الكذب. بعرف أنه عندك غنية بتخص الكذب. كذابين أولاد الحارة كذابين قالوا عاشق بنت الجارة كذابين كذابين عامل قلبي قتال كبير في عندي ركاب كتير رح نطلع تحت خسارة تحت خسارة تحت خسارة. الله. كذابين أولاد الحارة. نادر لما بتوقف مع الفرسان الأربعة وبتغنوا شو بتحسوا؟ إنه في أمل بهالبلد أو بتحسوا إنه عم تصرخوا بحمام مقطوع ميته؟ لا في أمل أكيد بالبلد، البلد بده يرجع. قولي الحقيقة شو بتحسوا؟ هذا هو السؤال بس عشت كذب. ما بس ما لأنه قول ما في مجال. ما في مجال. مقطوعة ومكترة. ومكترة. ومنشفة. مين صوته أحلى بيناتكم أنتوا الأربعة؟ كلهم.
ليلتك ليلة الليلة. أنا بتكتر من الأغاني الدينية، أنت متدين أو هيدا غطى لتعمل يلي بدك يا تحته؟ لا غطى تعمل يلي بدي عم بتكذب وأنت متدين وعم بتكذب. أنا متدين. شو عمل فيك؟ صار شي معك بالقداس مرة شي. ابنك الصغير كنتوا بالكنيسة وصلنا أخذنا فتحنا الكتاب وعليت الميكروفون وحطيت أنا عم علي الميكروفون الكتاب وراي، وطلب مني ابني الكتاب وما بيعرف يقرأ، عطيته الكتاب أنا هيك تقول إنه معه كتاب، وأخته عطيتها كتاب، بقى عم علي الميكرو أنا حطيت الكتاب وراي برامج تأخذ الكتابة. إيه عطيني ابني وليته وقف هيك بكل براءته عطاني الكتاب، اخذت انا الكتاب انه خملته عم يعطيني كتاب اللي انا فاتحه، اللي هو فاتح غير صفحه غير مطرح وغير مكان غير صلاه وبدك تقرا غير قدام العالم. ايه في مطرح بالقداس اسمه الحسيه اللي نرفع عنا التسبيحه والمجد والاكرام، تنقول الاحد الاعمى فتح اللي هو على الشعنينه يعني بعد شي اربع اسابيع يعني. بيطلع فيه الابونا هيك قال له انا خلص معي انه اكلنا الضرب يعني شو بدنا نعمل. صرت تحكي عن الشعنيني هو احد المخلع قبل بشي شهر. كم مره فكرت تترك الفرسان الاربعه وتعمل مطرب منفرد؟ ولا مره. هلا بنشوف بحلمك لنشوف. كل يوم كل يوم خرب بيتهم للفرسان الأربعة. اذا الله راد بشرفك إذا فتت على سوق الخضرجية أو سوق بيعة البالي، أيهن أحلى أصواتهم، هني أو أصوات المطربين يلي عم يطلعوا هالأيام؟ هلأ بصراحة إذا بزمر بدي أقطش الحبل، لا سوق البياعين، سوق الخضرجية. نعم مستحيل يزمر. إذا هيفا وهبي طلبت منك تعملوا دويتو ديو طرب تقبل؟ أكيد ديو طرب أكيد. أنت وهيفا ديو طرب؟ ديو طرب. ما هو السؤال مش ضابط بس بقبل. حلو الطرب، اللي طرب طرب واللي هرب هرب هرب. خي نادر عيوني مع كم مرة داهر؟ قبل الزواج أو بعد الزواج؟ قبل وبعد. ولا مرة؟ مع كم مرة داهر؟ ولا مرة؟ ومع كم مرة فايت؟ ولا مرة. بتول بتول؟ أوكي، مين أزنخ واحد بالفرسان الأربعة بنظرك ومش كتير أنت صاحبي معه؟ أنا أزنخ. أنا بدنا اسم تاني غيرك، مين أزنخ منك؟ هلا أنا. الشغل مع الرحابني متعة أو نقمة؟ نقمة. إيه بتقول علنا؟ لا قول الحقيقة. لا بتشتغل هالقد بشكل بروفيسيونال فيها نقمة الشغلة، فيها تعب، فيها هلاك، فيها يعني نقمة بمعنى إيجابي مش نقمة بمعنى أكيد أكيد إنه بينقموا لك حياتك ليأخذوا منك البست أوف. صح مظبوط 100%. بريك وبنرجع مع مود من الضحك مع نادر خوري. نادر خلينا نشوف نشرة أخبار عن نادر خوري. يلا
أسعدتم أوقاتا. إليكم نشرة سريعة للأخبار عن الفنان نادر خوري، حيث ضبط في مطار بيروت وبحوزته كمية كبيرة من النعناع اليابس والحميضة، وبعد التحقيق معه تبين أنه مدمن على الحميضة وكان يدخلها إلى بيروت بهدف الاستعمال الشخصي. شي قدامي وليه؟ لك تركنا إيدك عن حميضاته. في خبر آخر، تعرض الفنان نادر خوري لحالة هستيريا عندما كسر كعب حذائه في منطقة تلة المغايط إثر دهسه لصرصور يقطع الطريق. وقد اعتذر نادر عن حضور حفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين بسبب تزامن الحفل مع عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل الكرتوني كابتن ماجد. بابا اتركوا درسكم حبيبي وتعوا احضروا بلش كابتن ماجد. أما الخبر الأخير في هذه النشرة عن نادر خوري فهو عن رفضه للجنسية الأمريكية بسبب ترجمتهم لاسمه بشكل خاطئ على جواز السفر وأصبح يونيك بريست. شو تعليقك على النشرة؟ هلا بأول خبر ضبط بحوزتي نعنع ونعنع وحميضة، أكيد كل معارفي وأصحابي القراب بدهم ينبسطوا بهالخبرية، لأنه أنا من الأشخاص يلي بقرأ مثلا على الإنترنت إنه الزعفران مفيد للكبد للكانسير مثلا للسير. إيه دغري بروح بشتري زعفران. تشتري ولا بتروح بتقطف زعفران؟ لا بشتري، لأنه ما بعرفه إذا شفته بالحال. ما بتعرف الزعفران؟ الحميضة ما بعرفها من الوردة، ما بعرفهم. ما عندك قصة بالطبيعة. بعطي خبز للخباز لو أكل نصه. لو أنت أكلت نصه. أكلت لأنه ببيعك إيه هون، أنت بتاكل نصه. لا بيكل ضرب. إن شاء الله. الخبر الأول سليم 100%. وكابتن ماجد بوجود الأولاد بالبيت أكيد ما فيك تحضر غير ديزني لاند وفيوليتا وطلعة براسنا. نادر هلأ رح نروح لفقرة زابينج بالإيد ولعشرة على الشجرة، رح نشوف فيديوهات طريفة هيك. كيفك بالإنجليزي؟ صفا منيح؟ صفا يعني مفروض هي نسبيا تكون لغة منيحة يعني هينة مش مثل غير اللغات. هلأ رح نشوف إنجليزي بريطاني أمريكاني وإنجليزي سوري. حلو فضل. نبلش أول واحدة. أرنولد شوارزنيجر. أرنولد أشكون السلطان. فو بلافون. فرو فلافون. أوكي. ريجنسي بالاس أوتيل. ريجنسي بالاس أوتيل. بلفيدير. بلفيدير. تابيراما. تابيراما. شريم فرايد رايس. شريم فرايد رايس. سويت أند ساور تشيكن. سويت سوانس كاستيشن. بلاتو بانوراميك. بلاتو بانوراميك. كور دو بوف سينيون. كب كب كب. I am my uncle رفض مي. رفض مي؟ يا my uncle يا حجي please warum you don't وافق علي أقبل علي. I love your girls and your girls love me but she cannot see you say you تخاف أن تقتلها and يا حجي come here maybe future we have one boy he name on the your name. Think. The end say okay. But we have some shrut. First shrut, we want one villa in the Bahar. The second shrut, we want receipt in the bank. I am say okay. Can I am think sometimes? Say okay. Continue. All house tax. House tax. Tapirama. Papirial. Perpendicular. Copy cantibrial. بحبوا اللغات شباب. بيعطوا دروس. إيه. آه. يعني هون نحن نعطي دروس. آه. بهول الفيديوهات اللي بنعرضهم نحن أنا لأنه بدي أقوي شوي إنجليزيتي. هون عظيم. آه. يعني إذا عندك شوي راحوا. قلت بيراما مرتي بما. هلا رح نشوف فيديو بدنا نعلق عليه اسمه فيديو تعليقه. تعليقه.
تعليق. تحية لبيير حشاش. تحية لبيير حشاش. تحية لبيير، التقيت فيه بالصيف، قال لي عن جد ما تكونوا زعلتوا مني؟ قلت له نحن ممنونينك يا حبيب القلب، قد ما برمت على الواتسابات انشهرت دوبل وتريب للغنية. نادر هلأ بدنا نسمع منك كلام بوس الواوا لهيفا وهبي على لحن ليلة امبارح ما جاني شنو. حاضر. بوس الواوا خلي الواوا يقول أح يقول أح، بوس الواوا خلي الواوا يصح يصح قولي صح بوس الواوا حبيبي يا واوا في حاجة. لما بستوا الواوا شلتوا صار الواوا بح البح لما بستوا الواوا شلتوا، لما بستوا الواوا شلتوا مع طرب هيك وصار وصح 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 بوس الواوا وقلوا أح. هلأ بدنا نسمعك عم تغني جديا لبنان يا قطعة سما، بس على لحن فريرو جاكو. لبنان يا قطعة سما لبنان فريرو جاكو، لبنان يا قطعة يا سما لبنان على الأرض تاني ما إلو صون لماتينو صون لماتينو لبنان دون دون. تعرف انه كتير ثقيلة غنية بغنيها كل يوم تغير لها لحنها؟ غنيها صح هلا، غنيها صح. يسعد صباحك هالحلو يا لقنت للدنيا صباح. الله. روس الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جناح، بلبل حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح، وعرم بريش البللو قطر الندي ترغل وصاح. لبنان لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي على شفافي صلاة. صلاة. حلو حلو حلو. بدنا اياها على لحن وكا وكا عم للنايمة. نادر انت فارس بله في فنك بتمارس، انت ومع كل الفرسان عالفن بتوقف حارس. نادر جايين مبشبش وخلقه عنا بيتفشفش، تتخيل نادر خوري عم بيغني تيرش راش.
نادر هلأ رح نتلقى شوية اتصالات من سياسيين من فنانين، ما بعرف مين بده يتصل فينا على الهواء، يمكن ناس بحبوك يمكن ناس ما بحبوك، يمكن انت بتحبوا ما بحبون. لا الأغلبية بحبوك أكيد. أول اتصال معنا مع من معالي الوزير وئام وهاب. أهلا، تفضل معالي الوزير. مساء الخير ميشيل. أهلا، مساء النور. بدي مسي بالخير على الفارس اللي قاعد يتحدث خير حبيب قلبنا نادر خوري. معالي الوزير تحياتي لإلك ومحبتي الكبيرة. لك يا نادر صوتي لصوت الفرسين الأربعة وتقول للزعماء كله من لبنان لك يا خي هلكونا لك قرفونا. ايه انت مش منهم يعني؟ انا زعيم على منطقة الجاهلية. وهل برأيك مثل ما بتردد دايما وصرمايتي سؤال الكل؟ هلك لك ما تصدقش علي هلا وصلش لك الصرماي بالكاميونات هلا. ما خملت انه خلص الاتصال. ايه عم نسمع. بتل وزعمة من لبنان هيك بتل كل الجلبيط والبلعيط والقلعيط الصغار والكرفيع اللي قاعدين عجنيبهم وهيك بتخلص ساحة هلا ونجبه كلنا سوا دبكتنا. طبعا حلو، في دبكة قريب ان شاء الله. وهون بدي قل لك عن فكرة اغنية يا استاذ نادر كتبتها وبدي اسمعها هلق بصوتك. هالاغنية بتقول كلماتها جلبطونا جلبطونا وبالسرقة ولا جلبطونا فكرنا وعيشتونا بضيقة بدكم صرماية عطيقة. بدك تلحنا هلأ على الهواء. جلبطونا جلبطونا بالسرقة والله جلطونا بالسرقة والله جلطونا اذكرنا وعيشتونا بضيقة فاتكم صرماي عطيقة صرماي وصرماي وصرماي عطيقة. الله حلو. شكرا استاذ وئام. شكرا معالي الوزير. تحياتنا لك وللجاهلية استاذ وئام. معنا اتصال من دكتور سمير جعجع. تفضل تفضل دكتور. تفضل حكيم. مساء الخير مشان. اهلا اهلا دكتور. مساء الف 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 مساء لخينا نادر خوري. طبعا تحياتنا لك حكيم. بصراحة انا حابب اقول انه الوزير وليد جنبلاط هو رئيس كتلة وزني هو زعيم الدرز الاول طبعا، وبقول انه الجنرال عون رئيس كتلة وزني وكمان الزعيم المسيحي الأول مش هيك؟ شو عم تعترف له دكتور يعني؟ أكيد طبعا. منشان هيك بحب غني مع الفرسان الأربعة لحتى الزعمة فلوا من لبنان أو لحتى الزعمة يفلوا من لبنان، وخصوصي هاتنين الجنرال عون ووليد بن جنبلاط. حكيم أنت زعيم توافقي 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 طبعا. بما أني توافقي بدعيك يا نادر خوري تنضم لنا لحزب القوات اللبنانيه. طبعا تحيه لك حكيم. لك وهلا علنا على هذا الفيوتشر. تحيه لك. بده اياك تفوت بالقوات. شو جاوب؟ اكيد رح تفوت بالقوات. رح تفوت بالقوات مع كاميون ورح تفوت بالقوات. رح تفوت بالحياه يعني. شكرا دكتور لاتصالك. تحيه لك يا عمي. معنا اتصال من سلطان الطرب استاذ جورج وصوف. تفضل ابو وديع. مساء الخير يا حبيبي ميجو. حبيبي حبيبي مسي بالخير حبيب قلبي نادر فارس فارس فرسان. ابو وديع تحيه كبيره لك من القلب. حبيبي لك انا بدي اقول يعني اللي بدل ما تقولوا شرشحتوا الجمهوريه ليه ما بتقولوا جرجعتوا الغنية يا خي غنونا الغنية جرجعتوا الغنية لعود الصيصال اللي عم بيغنوا شمال ويمين ليه ما بتعملوها يا نادي؟ والله فكرة يا أبو وديع رح نقول شرشحتوا الغنية وشرشحتوا الموسيقى وشرشحتوا الشعر وشرشحتوا الفن وشرشحتوا الرقص وشرشحتوا كل شيء. أبو بدل يضغبرني صوتك حلو بروح بشان على التلفزيونات عام مش مظبوط مش مظبوط صح. لازم عن امه غزلان بس معناه صح يعني الشمس شارع والنهزاش على حبيب النادي. خلينا قلبك يا ابو وديع يعطيكم العافيه وبوسكم وهاف ا نايس ايفنينج. اقدم لك الصحه يا ابو وديع. يا هلا يا هلا. معنا اتصال من الجنرال عون. تفضل الجنرال. نادر انت مش بس فارس من الفرسين الاربعه انت نادر بصوتك وبخانة صوتك ما
وانتمائك ل وانتمائك ما يمكن انت بضرك اذا بتعبر عن انتمائك السياسي ضرر عن حلم. نحن بنعرف جوهرك وبنعرف معلمك والله يعطيك فرص اكثر من شان تحقق نجاحات اكثر تصبح على الخير. طول عمرك جنرال خلينا اياك. شكرا جنرال. يعني طبعا ما سمعك عم تترشح على الرئاسه والا كان نشرك يعني. ما كان اتصل ما كان اتصل اصلا يعني. الو نعم جنرال. نعم مع اساس سكر. الو نعم مشان انت سكوت انا عم بحكي مع نادر. لو كان نادر شو هلا انت بدك ترشح على رئاسه الجمهوريه خيمينك انت لا تاريخ اذا حكينا عن كلمتين منيح يعني صار بدك ترشح على رئاسه الجمهوريه معطل رئاسه الجمهوريه. انا من وقت ما صار في فراغ الاثنين تعمل ايش رايك جاي انت تترشح على رئاسه الجمهوريه؟ لا يمكن عم يمزح لا يمكن عم ايه جماعه جنرال خليك بالفن يا حبيبي انت خليك عم بتغني مع الفرسان مع الجيات مع هذا شو اللي عم تعمل رئيس الجمهوريه؟ جنرال ولكن انت هو عم يمزح لانه هيك هيك البدله عنده ما راح تعيد. باردون قول له باردون. شكرا جنرال شكرا. ترى عليك الارض فيها من البشر اجناس في بشر ناس وفي بشر مش ناس في ناس طعو مش بينها عادي وفي ناس لازم في الأدم تنداس. حلو قلت لي هيدي القصيدة يلي عم يغنيها سمير صفير مين كتبها؟ هيدي كتبها الشاعر الكبير الصديق الغالي الأستاذ رياض نجمة من 35 سنة. يا لطيف وهلأ سمعت على الهواء وبعد 350 سنة بدو يضلوا الناس هيك شو فظيعين فظيع الكلام تبعها متقن جدا يعني 100%. وتحية للملحن سمير صفير إن شاء الله نشوفه بحلقة معنا. نادر الكرسي استخلصت جزء كبير من حلمك اللي حلمته ورح نشوفه سوا. حاضر يلا يلا حلم نادر خوري بطاولة مستديرة وإنه متراس الفرسين على هالطاولة وكونه فارس حلم يخلص الأميرة روبانزل ذات الشعر الطويل وحلم إنه عم بيغني على أهم المسارح بمسرحيات نادر خوري العالمية وإنه شغل معه مروان وغدر رحباني وكمان حلم إنه اكتشف أهم المواهب بتالنتين وإنه صار قريب من أهم الأحزاب والطيارات اللبنانية مثل الطيار الوطني الحر وتعين المتحدث والمغني الرسمي للقصر الرئاسي ومثل طيار المستقبل وإنه صار من الوزراء القادمين الدائمين وحتى من الطيارات والأحزاب العالمية مثل النازية وبلشت الناس تقلده وتربي كروش بيلو. من اول الحلقه لهلا بالعوا. لا وين رحت بالسبور وبالدايت و... لا ليك بصراحه نادر عن ما شفتك انا اخر مره نزل لك شيء انا بقول مينيموم 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 لا اكثر من وقتين ثلاث وق طابشين فردر. شو رايك بالحلم؟ كثير حلو يعطيكم العافيه. الله يعافيك جسكار ونبيل وجيلبير عبود المخرج وفريق الاعداد وبنشكرك لك نادر لانه عن جد حلقه مميزه وانت شخص طريف بحياتك خلينا يعني ما بتتصنع الهضامي خلينا اياك غيرك بيتصنع الهضامي. ميرسي كثير على استضافتكم وللحضور الكريم ولكل اللي حضرونا ويعطيكم الف عافيه. وبالختام في هيك جاس صغير من في تاتش مجوهرات في تاتش فرع الكورة وبيقولوا لك مبروك وسمعنا شيء صغير قبل ما نختم بدنا نسمع شيء منك من النهاية. حبيتك وبحبك طيبطل الغيم يركض ورا الغيم تخلص الطرقات. حبيتك وبحبك طيب بطل الموج يركض ورا الموج بشمس المسافات قلتلك وبقلك
هوانا مكتوب والدمع مكتوب عورق الأسجار قلتلك وبقلك لو هجروا الناس من بعضن الناس انتو بقلبنا. بنشوفكم بحلقة جديدة من مود من الضحك تنين الجاي. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. My lover's lover.